من بين أيضا الشركات العاملة جنبا إلى جنب مع الشركات الوطنية العاملة في مجال الإنشاءات والمقاولات في هذا المشروع الشركات الأجنبية. وشركة كريك أفيج الصينية هي واحدة من الشركات العاملة في مشروع القطار الكهربائي الخفيف. ونحن لدينا في هذا اللقاء الدكتور مهندس محمد الكافوري من شركة كريك أفيج الصينية. باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك وألف مبروك. أهلا وسهلا، ربنا يبارك في حضرتك، مبروك للشعب المصري كله. خليني أبدأ مع حضرتك بدور شركة كريك أفيج الصينية في مشروع القطار الكهربائي الخفيف. هو حضرتك تحالف كريك أفيج بيقوم بدور المقاول الرئيسي. الحقيقة منذ بداية الفكرة منذ أكثر من 8 سنوات وإحنا بنقوم بدور مقاول رئيسي بننسق ما بين كافة المقاولين كبريات الشركات المقاولات المصرية، حوالي 45 مقاول مصري بالإضافة إلى 25 مقاول آخر لأعمال التركيبات. إحنا دورنا مدعوم بالحكومة المصرية والحكومة الصينية. الحقيقة ثمرة التعاون اللي بنجنيها النهاردة هي بداية الانطلاق منظومة القطار المكهرب في مصر. تحالف كريك أفيج حريص تماما على انه مش بس يمتد دوره كمقاول رئيسي للاشراف على الاعمال، ولكن ايضا احنا بنقوم باعمال الدراسات وقيام بالتوريد والتركيب والاشراف على منظومه العمل بالكامل خلال فتره التنفيذ اللي امتدت لحوالي 2 سنين. النهارده مع معدلات الانجاز العاليه بالسواعد المصريه كنا حريصين تماما على ان يمتد دورنا ليشمل ايضا التنميه المستدامه تحقيقا لرؤيه جمهوريه مصر العربيه 2030. اهمها هو الاهتمام بالعنصر البشري، فبالتالي احنا طلعنا يمكن أكثر من 3 دفعات. دي نقطة مهمة الخاصة بالتدريب يا باشمهندس، حضرتك تقصد تدريب نقل المعرفة، ودي نقطة مهمة مصر حريصة عليها الحقيقة في كل مشروعاتها القومية ليس فقط في هذا المشروع. وأنتم في شركة كريك أفيج الصينية هذا تحالف قمتم بتدريب من الفنيين الكوادر الفنية وكذلك الطلبة، ودي نقطة لافتة للنظر يا باشمهندس. صحيح، هو حقيقة هم الطلبة دول دلوقتي طلعوا على 3 بعثات لجمهورية الصين الشعبية، حوالي 90 طالب هم النهاردة مهندسين وفنيين قاموا بدراسة لمدة 3 سنوات كافة الأنظمة الخاصة بمنظومة القطار المكهرب من الإشارات والاتصالات وأحدث معدات السكة الحديد. امتد كمان دراستهم لتشمل الجانب العملي، فقاموا بأعمال الصيانة والتشغيل للأنظمة المشابهة، وبعدين حضروا تصنيع المعدات ورجعوا لجمهورية مصر العربية للقيام بمساهمة في التركيب ومن ثم الإشراف على أعمال التنفيذ. والنهاردة هم نواة لشركة الصيانة اللي تحالف كريك أفيج أيضا منوط بيها إنها تقوم بتوفير الصيانة لمنظومة القطار المكهرب لمدة 12 سنة شاملة توفير قطع الغيار. فأصبح النهاردة مش بس بننشئ منظومة عمل على أحدث التكنولوجيا لفترة وجيزة من الزمن، ولكن أيضا هو مشروع مستدام زي ما تحالف كريك أفيج ورؤية وزارة النقل ورؤية هيئة قومية للأنفاق، إن احنا لمدة 12 سنة في أكثر من 790 موظف ما بين مهندسين وفنيين وعمال بيقوموا بصيانة المنظومة عشان تعمل بأعلى كفاءة وتحقق اعلى معدلات امان دوليه وكمان اعتماديه للتشغيل، بحيث ان احنا نوفر للشعب المصري احسن وسيله نظيفه وامنه. وهي احنا سعداء جدا ان احنا اول وسيله نقل جماعي بتوصل للعاصمه الاداريه النهارده. احنا نقدر نوصل من النهارده من عدلي منصور لحد مدينه الفنون حسب ما تم الافتتاح اليوم، وباذن الله النهارده ايضا العمل لازال مستمر في الامتداد الجنوبي ليصل بعد جنوب طريق العين السخنه للتبادل مع القطار السريع، وايضا امتداد شمالي عشان نوصل ونخدم اهالينا في العاشر من رمضان لحد وصولا لقلب مدينة العاشر من رمضان. أخيرا يا باشمهندس، أهمية وجود احتكاك مباشر ما بين التحالفات الوطنية والشركات الرائدة الحقيقة مش بس في مصر حتى في المنطقة الأفريقية والعربية وبين الخبرات الأجنبية. صحيح يا فندم، احنا بنتعامل مع كبريات شركات المقاولات ومكاتب الاستشارية في جمهورية مصر العربية، ونقل المحتوى أو نقل المعرفة والاهتمام بالمحتوى المحلي ده اللي مخلي عندنا أكثر من 250 مهندس بيقوموا بالتنسيق بصورة يومية. والحقيقة احنا النهاردة بنحتفل بثمرة مجهودهم السواعد المصرية اللي تعاونت مع الخبرات الصينية عشان نوصل بالتعاون ما بين الحكومة المصرية والصينية لمشروع قومي جبار على مستوى عالمي إن شاء الله نقدر نحافظ عليه ونشوف الامتداد الشمالي والجنوبي ليه قريبا بإذن الله. أنا بشكر حضرتك دكتور مهندس محمد الكافوري ممثل شركة كريك أفيج الصينية في مصر، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك وألف ألف مبروك، تحيا مصر فندم.